بصدد الدورة السادسة ديال المسابقة ديال ميس أمازيغ اللي هي مسابقة عندها طابع ثقافي فني. احنا في إطار اللجنة ديال التحكيم، أنا منسق المجموعة اللي مكلفة باش تدير التحكيم ديال هاد المسابقة اللي فيها فنانين معروفين على مستوى الساحة الأمازيغية بالجهة والصعيد الوطني، فيها مقاولات، فيها نساء ديال الثقافة، وفيها باحثين وباحثات. انا الدور ديالي مجرد تنسيقي، يعني ما هذا بالنسبه لهذه دوره اللي مهمه جدا. عدد المشاركه تقريبا يقارب 30 مشاركه حتى الان، باقي اللائحه مازال ما كملوا شيء. السلام عليكم، هذه اول مره غادي نشارك في مسابقه ديال ميس امازيغ، وعجبتني الاجواء بزاف، والبنات ما شاء الله عليهم كاملين زوينات. وهذه المسابقه ما كتعنيش ان يعني اللي ما ربحتش يعني انا خايبه ولا شي حاجه، كاع البنات زوينات وصافي، عجبني الحال بزاف وكنتمنى التوفيق لكاع البنات. صباح الخير عليكم. دونك اليوم انا جيت كمشاركه في الدوره السادسه ديال ميس امازيغ 2019. كيفاش جاتك المشاركه ديالك؟ صراحه المشاركه كانت من انها تكون اكسبيرينس زوينه، انا اول مره نشارك، البنات كلهم بيان سور زوينات ما شاء الله، واي وحده داتها راه بيان سور كتستاهل. اليوم جيت المسابقة ميس أمازيغ كمتشاركة، وكنتمنى نفوز باللقب حيت عنده بزاف ديال الأهداف خيرية ومساعدة الآخر. كنتمنى الخير لجميع المشاركات اللي معايا، كلهم زوينات، كلهم كيستحقوا اللقب، وإن شاء الله كنا ندوزو، واللي خداتها نتمنى تمثل المرأة الأمازيغية بأحسن وجه. حنا اليوم كاين عندنا اليوم حنا كاين في الكاستينغ ديال الدوره السادسه، كما كتشوفوا معنا كاين تبارك الله مشاركات، كاين ناس من كاع هذا العام شاركوا معنا، الناس من برا ديال المغرب، ونتمنوا التوفيق للجميع، وان شاء الله ومرحبا بكم في الحفل النهائي في 29 ديسمبر ان شاء الله في اكادير. اليوم انا حاضره في التظاهره هذه ديال ملكه جمال امازيغ. اليوم جيت باش نقول انه الجمال الخارجي ماشي معيار بوحدو، المرأة الأمازيغية على مر العصور تعرفت بالجمال ديالها والفكر ديالها والثقافة ديالها، القيادة ديالها والحكمة ديالها. اليوم جيت بتنص الصوت ديالي لجميع نساء الأمازيغ وجميع نساء المغرب بصفة خاصة ونساء العالم بصفة عامة، وبغيت نقول لهم أن أي امرأة قادرة أنها توصل صوتها، وقادرة أنها تدافع، وقادرة أنها توقف مع النساء في أي بلاصة، ماشي بالضروري تكون ميس أمازيغ باش أنها تقول أنا اليوم غندافع على النساء وغادي نوصل صوتي. ولكن في هالتظاهرة هذه أنا فرحانة حيت تظاهرة غنية بمجموعة من الأمور اللي كتعرف بالثقافة والهوية والتراث الأمازيغي وبالمرأة الأمازيغية الحرة. Je trouve la compétition un peu bonne parce que ça me permet de faire des échanges culturels, d'apprendre encore plus sur mes origines que je ne connaissais pas avant. Bon, je n'ai pas découvert grand-chose. À ce que j'ai fait des recherches, j'ai découvert que c'était une culture qui couvre des femmes avec des bijoux, qui représente chaque modèle et des chaussures et tout et tout. Je trouve ça vraiment, vraiment super, que j'en mérite encore savoir plus. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.